في كل موسم كان عندنا لعبة معينة نتميز بها. لعبة؟ لعبة. عطني بعض الألعاب. قول لي، أنا ما أعرف بالنسبة لكم أنتوا. لا أنت الحين قول لي يعني، حتى لو بالعراقي يعني. يعني دعبل مثلا. دعبل. دعبل. طيارات الورقية. دعبل أول شيء شنو هذا اللعبة؟ دعبل هذا الزجاجة المدورة اللي يلعبون بها، ما أعرف شو يسمونها. تيلا احنا نسميها. أي بالضبط، إيه بالضبط. طيب. تجي أوقات نتحول من الدعبل نتحول إلى طيارات الورقية. شو تسمونها؟ طيارة. اسم؟ أي طيارة. أي نعم، هذه الطيارة الورقية. تجي مرات إلى قضايا أبسط. كنا نستخدم بعض عظام الخروف. أنا ما أذكر في أي قسم من عظام الخروف، بس قطعة العظم كانت هندسية بشكل بحيث من إمكان أن نلعب بيها. سموها إشعاب. شو يسمونها؟ إشعاب. إشعاب. نعم. طيب. يجي وقت الإشعاب. شنو لعبة الإشعاب هذه؟ يعني هذه نحفر حفرة بالأرض. طيب. ونستهدف هذه منو اللي يوصل، منو اللي يدخل هذه الحفرة بهالشكل هذا، وبعدين ندفعها إلى هذه الحفرة. أو أن أنت عندك عدد من الإشعاب، واحدة اثنين ثلاثة، فتصفتهم بشكل معين، والمقابل عنده أيضا، ويبدي يستهدف هذه المجموعة من الإشعاب. أي واحد يضرب أكثر أو يبعدها أكثر، نتفق إحنا على طريقة اللعبة إلى آخره. فكنا نشغل وقتنا. يجي وقت نشوف أنه الجوز العادل مدور جوز. طيب. هذا أيضا نجمعه، وأيضا عندنا لعبة به خاصة. فتجد لم يكن هناك يوم دون متعة ودون عمل يشغل هؤلاء الأطفال. طبعا بالوقت احنا اليوم نجي نقارن الوضع اللي موجود، في كثير ما يشغل أولادنا وأحفادنا وأطفالنا إلى آخره. في تلك الفترة كان الإبداع متميز بالنسبة للأولاد. احنا كنا متميزين أن نخلق المتعة بالطريقة اللي تناسبنا، وننتقل. الغريبة أنه هذا الانتقال من يعني بالسنة الواحدة عندك حوالي 4-5 لعبة أنت تنتقل بيها حسب الموسم. بالضبط. فتجد أن هذه اللعبة اللي انتهى زمنها وإحنا ما نعرف ليش، وانتقلنا إلى لعبة جديدة، أن هذه اللعبة انتهى فعلا فما حد يلعبها. فنخزن في شهر رمضان في ألعاب خاصة كانت لكم؟ يعني في طقوس خاصة كانت؟ يعني ما كان شيء محدد في رمضان، يعني كانت الجو الروحاني هو الحقيقة اللي يغلب على فكان الاهتمام هو في موضوع تذكر هذا اللي احنا نسميه المحابس البات، يعني هذه كانت هاي لا بد منها. احنا كنا أطفال في رمضان تحديدا ولا بشكل عام؟ لا لا لا، فقط رمضان فقط أبدا، ولا يمكن أن تقربها هذه اللعبة في غير رمضان أبدا، وكأنها طقس أو جزء من الطقوس، جزء من العبادة. المحابس تعتبر لعبة عراقية طبعاً.